اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله بحول الله وقوته. غادي نحطوا واحد الصغر بانية طلبوها بزاف الناس وبزاف الأسباب علاش غادي نحط هذه الوصفة. هذه الوصفة لقطع التابعة اللعينة أو مصبيان. الناس اللي عندهم أحلام تحلموا بقطط أو الناس اللي تحلموا بمرأة كبيرة في السن، هذاك نوع من التابعة أو نوع من الحيوانات. تهي عندنا مشكلة ديال الحلم تبين لك أنك عندك تابعة، تتكون تابعة موروثة من الأب ولا الأم، أو تتكون تابعة ورثتيها انتيا من جدك أو جدودك القدام. ولكن التابعة كيفاش غادي نقطعها وكيفاش غادي نوصل أنني نتخلص منها، على الأقل باش نتزوج، على الأقل باش نخدم، على الأقل باش تكون عندي الصحة، على الأقل باش نخرج نولد. لأن أم الصبيان ما تخليش المرأة تولد، أو التابعة ما تخليش البنت تزوج، أو التابعة تتعطيك محق في المال. تيكون عندك المال ولكن تضرب لك باب المال، تضرب لك باب الزواج، تضرب لك باب الصحة، تضرب لك باب الأولاد، ما تجيبيش أولاد. ولكن تسبيح ديال أنك تنتصر على التابعة، يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وتصلي على سيد الخلق بعدد 70 مرة دائما في الصلاة، ولا إله إلا الله 100 مرة. كيفاش نتخلص من التابعة اللي عطتني إشارات ديال توقيف الحال؟ ودائما أنا محتارة في راسي علاش ما ناجحينش معايا بزاف الوصفات، عندي تابعة متخلصش منها. اليوم يا أحبابي بحكم حطوا لي البنيات أو النساء تيخافوا على وليداتهم وتيخافوا على الأسرة ديالهم وتيتسألوا علاش تا حاجة ما ناجحين فيها، وعلاش قلة المال، وعلاش توقيف الحال. كنا تنعانيو من الحسد أو العين أو التابعة، التابعة اللي ولات كثيرة في هذا الوقت، لأن زمن الحسد والعين والطاقة السلبية ما بقاتش الرحمة. حتى شي واحد ما تيحن عليك، حتى واحد تيحن عليك غير الله. ولكن حاولي أنك تكوني إيجابية بالقرآن الكريم والتسبيح والصلاة على الحبيب. إذن خلاصك هو قرآنك، خلاصك هو تسبيحك، خلاصك هو استغفارك. أول حاجة بغيتو تحيدو التابعة وسولتو الشفية المغربية، وهي الحمد لله تنحطوا وصفات اللي غادي يستفدوا منهم الناس وندوا فيها رحمة الوالدين. أول حاجة غادي تاخدي الفجل، هتحاولي تمشي عند عطار وتاخدي الفجل، وتاخدي المسك الأسود، وتاخدي الملحة الصخرية، لأنك غادي تغتسلي بهم 3 أيام وغادي تبخري بهم 3 أيام، مع قراءة واحد الصورة من أقوى الصور اللي غادي ترد لك التابعة من الجذور ديالها. ولو تغتسلي 3 أيام في الأسبوع، دومي على الغسل ولو مرة في الأسبوع. ولد ولا راجل متبوع في العمل ديالو، أو ولا الراجل اللي ضربت ليه بيت المال، مبقاش عنده مال، أو مبقاش عنده عمل، أو مبقاش عنده الأسرة ديالو، فكست ليه العائلة ديالو، مبقاتش العائلة مجموعة، ضربتهم في بيت العائلة، لأنها تابعة تبعك على أي حاجة عندك سبحان الله. ولكن اليوم غادي ديري واحد الوصفة وغادي بحول الله وقوته غادي نتصري عليها. أول حاجة غادي تاخدي واحد الكمية ديال الماء البئر ولا ماء الشتاء ولا ماء الصنبور. اللي ما عندوش غيدير ماء الروبين عادي، ولكن اللي عندك ماء البئر من الأحسن، كان عندك ماء الشتاء من الأحسن، كان عندك ماء البحر من الأحسن. اختاروا المياه اللي موجودة عندكم، غادي تطلعيها لسطح البيت، نجميها ليلة كاملة، تاخد طاقة السماء، طاقة رحمة سيد ربي، وغادي بحول الله نزلها صباحا قبل ما تطلع عليها الشمس، قبل ما تطلع عليها الشمس في الصباح باكر. إذا غادي تدخليها مع الفجر من مورا العشاء، طلعي الماء إلى سطح البيت أو بركون أو حديقة، تاخد طاقة السماء والرحمة ديال سيد ربي، ماشي النجوم، هي طاقة رحمانية بغيتي تاخديها من طاقة السماء. إذا غادي نحاول أنني ندخلو مع الفجر، غادي نقرأ عليه واحد الصورة، جوج صور من أعظم الصور في القرآن الكريم، هما صغار ولكن طاقتهم قوية، مع الصلاة الإبراهيمية. غادي تقراي الفاتحة 11 مرة، وغتقراي سورة الحاقة 7 المرات، وغادي تقراي 7 المرات أو 10 مرات الصلاة الإبراهيمية، وتصلي على سيد الخلق، صلي على سيد الخلق 10 المرات، والبسملة الشريفة 19 مرة، وغادي تنفتي في هذاك الماء، تنفتي في هذاك الماء بعد ما قريتي عليه، اللي غادي تواضبي على 3 أيام الغسل. ولكن بقى ما ساليناش من الوصفة، غادي تاخدي الفجل والمسك
والملح الصخريه، غتحطيهم في كاسرون، غادي ديري معلقه المسك الاسود او تاخدي المسك الابيض، وغادي بحول الله وقوته توضعي واحد الكاس ديال الماء مع جوج معالق ديال الفجل، جوج معالق ديال الفجل مع المسك مع الملح الصخريه او الملحه العاديه، غادي تخوي عليهم ماء ساخن وتخليهم مده ساعه او تبخيهم فوق النار، من بعد ضيفي كاس او جوج كؤوس بعد يتبخوا او يترقدوا مده ساعه، من بعد صفيهم في هذاك الماء اللي قريتي عليه سوره الحاقه، سوره الفاتحه، قريتي صليتي على سيد الخلق بالصلاه الابراهيميه على نيه الكشف وطرد التابعه. غادي تصفي هذاك العشب مع الملحه، العشبه اللي طبختيها مع المسك مع الملحه، وتصفيهم وتحيدي هذيك الملحه، تحيدي هذاك الفجل، تحطيه على جنب، تحاولي انك تحطيه في الغرفه ديالك، في جنب الغرفه ديالك، وتخليه ينشف في الظل حتى تبخري به، لانك غادي تبخري مده 3 ايام، تضيفيه الفجل وتبخري به مع الملح مع الفجل مع المسك الاسود او المسك الابيض، ومن بعد ان شاء الله بحول الله وقوته غادي تدخلي الغرفه ديالك او مكان طاهر، وتدخلي واحد الوعاء كبير لانك بغيتي تجمعي هذاك الماء، تخوي هذاك الماء من فوق راسك الى، وتحاولي انك تدوزي يدك على المسامات ديال الجسم ديالك بالكامل بدون شامبوان بدون صابون بدون اي شيء، تحاولي انك تاخذي هذاك الماء تصبيه وانت تحاولي على اليمين وعلى اليسار، تصبي على البطن ديالك على الرجلين على الظهر ديالك، وانت تدوزي يدك على المسامات تحت الابط ديالك تحت السره ديالك، وانت هكذا حتى تغتسلي بهذاك الماء، تجمعي هذاك الماء تخرجيه الى مكان عاشب بعيد على الاقدام، تحاولي انك تبعدي على الاقدام، طردتي انت التوابع ديالك، وغادي الغسل معاش هو مع العصر، مع العصر فقط، ما كاينش الصبح ما كاينش الظهر ما كاين حتى حاجه، الا قريتي عليه الصباح غتغطيه وتخليه حتى العصر، وغادي تغتسلي بهذاك الماء، تاخذي جزء منه الجزء الاول وتعومي به 3 ايام متتابعة مع العصر، وتبخري مع المغرب، تاخذي الفجل وتقراي الفاتحة 11 مرة والحاقة 7 مرات، ونفس الشيء اللي قريت إن شاء الله تبخري به 3 أيام، وأنت هكذا غادي تحسي بأن الأبواب بإذن الله غادي تفتح، الأموال غادي تجي، المحق غادي يحيد، الطاقة الإيجابية غادي تدخل، وسبحان الله المرأة اللي ما تتولدش غادي يكون عندها شفاء من التابعة، ويجيو عندها وليدات، ويكون عندها بحول الله وقوته الفرج القريب إن شاء الله بحول الله وقوته، لأن الفرج ديال الله قريب. إذا حبايبي اللي عجبو هذا الفيديو يحاول يخلي لي تعليق، ويحاول يدعم القناة، ويحاول أنه يبارطاجي هذا الفيديو في وجه الله تعالى للناس اللي عندهم طاقة سلبية، عندهم توقيف الحال، عندهم المحق في المال، إن شاء الله غيكون الرضا من الله سبحانه وتعالى. إذا حبايبي إلى وصفة أخرى، ما تنسوناش بالدعم ديالكم، وإلى وصفة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.